السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم. جولة في شهر هولمن والمناطق المجاورة، اتفرج على هالطيور وعلى هالمخلوقات، سبحان الله العظيم. بعد صلاة الظهر شيء جميل جدا. هاي الساحة سبحان الله يا إخوان الكرام، يعني تشعر فيها الحياة الاجتماعية. من الأماكن المهم جدا إذا أنت زرت مدينة ستوكهولم إنك تيجي هون على منطقة شهر هولمن، منطقة حيوية جدا، تشعر حالك زي كأنك في الدول العربية، يعني تقريبا تشعر، يعني بصير عندك شعور إحساس بال، لأنه في ناس حواليك، يعني بالذات الناس اللي عايشة بالقرى في السويد، لأنه جربنا إحنا حياة القرى، فالواحد شعر حاله زي المنفي. يعني بالذات أول سنة الواحد شعر حاله بعيد عن الكرة الأرضية بكون، لكن هون بتشعر بالأسواق والتسوق وال، إحنا أكثر من مرة عملنا بث من هذا المكان، لكني أنا طالع من الصلاة وشفت هالطيور، قلت كنا خنسلم عليكم وندردش شوي، اللي عنده سؤال عنده استفسار حاول نجاوب عليكم ونحكي شوي ونتمشى نتفرج على الطيور. سبحان الله العظيم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني مش بس الإنسان على وجه الكرة الأرضية، في طيور، في حيوانات، في مخلوقات كثيرة. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، يا الله يا كريم. شوفوا الطيور هون صارت تتهاوشوا. يا الله يا كريم، طمنونا عنكم، خبرونا الصوت والصورة كل شيء تمام، واللي عنده سؤال عنده استفسار، يعني ما في موضوع محدد. امبارح حكينا عن السفر وعن تركيا، وحكينا شوي عن بريطانيا، وحكينا شوي عن رومانيا، وكان في فرص كبيرة للسفر. يعني أنا بطلع على تذكرة بريطانيا حاليا وصلت أكثر من 3500، تذكرة تركيا نفس الشيء. أنا اشتريت تذكرة بريطانيا لما سافرت تقريبا 350 إلى 400 كرون، حاليا 10 أضعاف. يعني بعض الناس بيعتقد الكلام اللي حكيته زمان إنه هلأ ينطبق على الوقت الحاضر، لا ينطبق. يعني أنا شخصيا هسه بدي أطلع بريطانيا بدي أحط بس تذكرة الطيران تقريبا 3500 للندن، ولليفربول كانت وصلت كمان 200-250، هلأ صارت فوق 2000 وفوق 3000، فالأسعار في ازدياد، وخصوصا بشهر 7. شهر 7 هو الموسم للطيران. يعني حتى الفندق اللي كنت فيه أنا في 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 ألانيا لو بدي أرد أرجع له هلأ أقل إشي فوق 6000، فوق 6000، وكانت الرحلة كلفت بيجي 5000 أو 4500 5000، هلأ بتكلفك فوق 6000 نفس الرحلة. ويا ريت تلاقي كمان حجز طيارات أكثرها فل، أكثر الطيران فل. راتا سفنسكا، أوكي حبيبي، هاي هون مردو فايوردو بياري خارولمن فيبراتروم بليت وتيكت وسيمستر وسو. ومدهار فروغو فروغور دكان فروغا. أي حد عنده سؤال إخوان الكرام، نتمشى شوي هيك نتفرج على الطيور، نتفرج على الناس، على الحياة. طمنونا عنكم، شو سويتوا بالسمستر؟ حجزتوا؟ مسافرين؟ مش مسافرين؟ قاعدين بالسويد؟ في رحلات داخلية رخيصة اخوان الكرام، اللي نفكر يسافر بسهر 9-10 ممكن نعمل له حجزات. الاسعار رخيصة مو غالية، الاسعار في شهر 9 شهر 10 شهر 11 الاسعار مو غالية رخيصة. يعني نفس الفندق بتلاقيه بشهر 10 او شهر 11 ممكن ب3000 كرون و2000 كرون، من 2000 إلى 3000 و4000 كرون، لكن حاليا الطيارات معظمها فل والأسعار غالية. احنا هلا في ستوكهولم وبنحكي بشكل عام عن رحلات الطيران. يعني انا هسه بدي ارد ارجع على رحلة رومانيا، الطيران صار الضعف والفنادق صارت الضعف. فاحنا حكينا لكم بالاول انه اللي حاب يحجز كانت فرصة كبيرة
لألبانيا، لرومانيا، لبلغاريا، لتركيا. لكن الآن اللي كنت أحكي لك عنه بثلاث تلاف هلا صار بستة وبسبعة تلاف وبثمان تلاف، وكويس بتلاقي لك مكان، فالأسعار تغيرت. لكن إذا أنت مفكر تسافر ممكن لو بشهر تسعة عشرة احداش الأسعار أقل من النص بهاي الأشهر، بعد شهر تسعة الأسعار بتنزل أقل من النص، وحسب البلد وحسب الفندق. هاي الكرسي العالمي، هذا الكرسي كمان فيه زيه بنور شوبينج، فيه بأكثر من منطقة بهن هذا الكرسي. خار هون من ستوكهولم. طبعا حاطين كراسي جديدة عندنا، هذا شايفين هاي الكراسي هاي جديدة في المنطقة، في شوية تغييرات. اليوم كان في مطر، كنا بس أثناء صلاة الظهر سبحان الله طلعت لقيت الدنيا مطرة فهون الأجواء لساتنا احنا في أجواء شتوية. والله اليوم قزدورة بالمنطقة، صلينا الظهر الحمد لله ولسه قاعدين بنخطط. كنت فكر أروح على ألبانيا بس لقيت الأسعار كمان مرتفعة جدا جدا، والأهل الأطفال عندي حابين كتير تركيا، يعني بقول لك ما بدنا أوروبا، احنا خلاص ما احنا عايشين بأوروبا، بدنا جو مختلف، بدنا كلتور مختلف. يعني الأولاد كتير كتير حبوا تركيا، بنقول لهم هنغاريا، بنقول لهم بلغاريا، بنقول لهم في أسعار يعني نوعا ما ماشي حالها الدول هاي. حتى بريطانيا بقول لك يعني إنه نفس تقريبا يعني نفس نمط السويد تقريبا، يعني يعني بدهم إشي مختلف، فبشعر إنه تركيا هي جوها نوعا ما قريب من جو الدول العربية، وفيها مطاعم وفيها محلات وفيها أشياء كتير تشعر إنه نوعا ما يعني بتجمع بين أوروبا والدول العربية. فهي هاي تركيا الميزة تبعتها، تشعر حالك إنه أنت زي كأنك عايش في الشرق والغرب، تشعر حالك يعني أنه أنت في دولة أوروبية، وبنفس الوقت تشعر كمان في صوت الأذان عن المطاعم عن المحلات على أشياء. فما الأهل يعني إجمالا ما عندهم رغبة في السفر لأي بلد أوروبي، اللي عندهم الرغبة حتى أطفالي الصغار عندهم رغبة شديدة في العودة إلى تركيا. خبرونا أنتوا أولادكم كيف. والله تركيا حلوة كتير، تركيا رائعة جدا جميلة جدا، قضينا فيها كم من يوم. انتكو جاج؟ هاي هون جاج وماج. ف يعني سبحان الله يعني الحمد لله يعني من الدول اللي ممكن الاكثر الدول اللي ارتاحوا لها الاطفال عندنا. يعني احنا لو نقول لهم نروح نعيش في تركيا بقول لك جاهزين من الان، يعني من الدول اللي متشجعين لها كثير كثير. ما بعرف انتوا اطفالك وين شايفين انه انتوا لو حكيتوا لهم بدنا نغير البلد او نعيش في مكان تاني، ممكن تكون مثلا في منهم بقول لك دبي، في منهم بقول لك مصر، حسب كل واحد تجربته. تركيا واسبانيا برضو بحبوا يروحوا على اسبانيا، بس برضو اسبانيا ممكن شوي يعني في قريبه على المغرب، قريبه على عادات الدول العربيه شوي، بس تركيا بتشعر حالك خلص قريب كمان حتى على البلاد العربية. يعني لو قررت تسافر من تركيا على الأردن على سوريا على العراق قريب جدا، يعني من أنقرة لعمان ممكن ساعة ونص، من ألانيا لعمان يمكن ساعة وربع طيران، ولدمشق ممكن ساعة. فهي هاي من الميزات. والجو جو الأردن، يعني جو سوريا، جو الأردن، جو الدول العربية. فإخوان الكرام الأسعار، أسعار الطيران حاليا والحجوزات والبكتات تغيرت وتقريبا ازدادت الضعف. فمدام قربنا على شهر سبعة فهو شهر الموسم، يعني أصحاب المكاتب أصحاب شركات الطيران هلأ هو الربح تبعهم الكبير. فلا تتوقع أنه الأسعار اللي أنا بحكي لك عنها هلأ بكرة تكون غير، كل يوم غير. لكن إذا أنت فكر بحجز طيران شهر ستة بشهر تسعة عشرة في رحلات رخيصة كتير، شهر سبعة شهر تسعة شهر عشرة شهر 11 بنلاقي لك حجز ومع باكيت ومع فندق ومع كله، تلاقي لك إياه بثلاث أربعة آلاف كرون وخمسة آلاف كرون. إذا أنت فكر بشهر تسعة وشهر عشرة، وحتى في مواقع
عربية بتنشر زي هيك شغلات موجودة على النت. إذا أنت ما بتعرف تحجز، إحنا يعني تقريبا نحاول نأخذ عمولة بسيطة جدا على كل حجز، وبنحكي لك السعر الحقيقي، لأنه الموضوع بأخذ وقت، الموضوع بده شغل. يعني أنا قاعد صار لي كم من يوم من وقت ما أجيت وأنا قاعد بدور بدي ألاقي لي حجز مناسب، ما ألاقي السعر اللي كان عندي القديم. الأسعار بدك تقعد تشيك على يمكن على 10-15 موقع، عشان هسه الطيارات أكثرها فل، والمشكلة مواعيد الطيران. تلاقي لك واحدة الساعة واحدة بالليل، تكون ماخذ معك بنتك ولا ابنك الصغير، وظلك الطيارة طايرة فيك للساعة 5-6 الصبح، وترد تقومه من النوم، ترد تركب باص، ترد، مشكلة كبيرة. بدك تحاول تشوف مواعيد الطيارات كمان تكون مناسبة للأسرة للأطفال، مش زي الشباب، رحلة شباب. هلا والله مع جروبات، لا والله هي الرحلة بتكون باكيتات من خلال الشركات الرحلات هاي، إلا إذا احنا منرتب جروب مع بعض بنكون 10-12 ممكن نرتب الموضوع هذا. بس هسا والله الطيارات شبه فل، بشهر 7 يعني صعب، حتى لو كنا 10 بدنا نيجي نحجز. يعني أنا كنت بدي أحجز، لقيت رحلات، يعني لقيت كمان مرة على إسطنبول ومناطق تانية وبلغاريا، الطيارات يعطيني انه فل، يعني اوكي بتوسع 2، بكونوا كاتبين لك باقي 2 باقي 3. فهلا صار شوي نوعا ما الوضع، يعني اصعب شهر، اصعب شهر للحجز شهر 7، واغلى شهر، اغلى شهر شهر 7 تقريبا. بعديها شهر 10، شهر 9، شهر 11، من بعد شهر 10 تقدر تقول خلاص يعني بلشت انه العالم ترجع مدارس بعد شهر 9، فالأسعار بتتغير كتير، الأسعار بتتغير كتير. حياكم الله، من وين تكتبونا، من وين بتتابعوا، ودعمونا البث. وإذا حدا مفكر يسافر بهاي الأشهر يتواصل معنا. أما هلأ إذا مفكر وبدك ترجع نفس الفندق، أنا عندي كل الأرقام وعندي كذا، وبتواصل مع الفندق إذا أنت حاب نفس الفندق. بس ما تفكر، يعني لما أقول لك 40 يورو، أنا يمكن قلت لك 40 يورو وقت ما أنا كنت، أو 38 يورو، لكن ممكن إذا بتسافر بعد أسبوع بعد 5 أيام اللي قلت لك عنه أبو 40 يورو أو 38 يورو يمكن يصير 70 يورو الليلة غير تذكرة الطيران. فأنت يمكن لو حجزت باكيت بالوقت اللي أنا سافرت فيه كان دفعت لك 4000-4500، لكن هسا بدك تحط على تذكرة الطيارة لوحدها ممكن 4000-4500 أو أقل إشي 3500، وبدك تحط فندق كمان بيجي 3500، صارت عليك 7000-8000 غير المواصلات وغير الباكج وغير الشناتي ودق الشماسي. من شارهولم مدينة ستوكهولم، أهلا وسهلا بكم إخوان الكرام. نحكي شوية معلومات عن الحجوزات وعن الطيران وعن الحياة بشكل عام وعن السمستر، شو عاملين بالسمستر، ماخذين إجازة مش ماخذين إجازة، كيف شغلكم وحياتكم، يعني شاركوا، خلينا ندردش ونحكي شوي. هل حجزتوا طيران، ما حجزتوا فنادق سفر، قاعدين بالسويد، قاعدين ولا واقفين؟ عليكم السلام ورحمة الله. اللي عنده سؤال عنده استفسار يكتب. ننتظر أسئلتكم، يعني احنا عشان المشاركات. والله أنا كنت حاب أروح كثير على ألبانيا. ألبانيا مدينة بلد جميل جدا، في جبال رائعة وجميلة جدا، يعني حاب أروح على شرق أوروبا كله. هو أرخص وفي ترفيه أكثر، يعني مقابل المبلغ المال اللي أنت بتدفعه في ألبانيا وفي بلغاريا، في منتجعات سياحية فخمة جدا على البحر الأسود في بلغاريا، فارنا وفي تيرانا وفي جبال ألبانيا، في جمال طبيعة لا يوصف، وفي رحلات كثير الهايكينج بأسعار رخيصة. يعني أنت بتروح رحلة بعشرين يورو 30 يورو، يعني هاي الرحلة بتحلمش فيها في بريطانيا ولا عمرك تحلم فيها، بدك تحط لك يمكن 200-300 باوند على الرحلات هاي، رحلات على جبال مع مجموعات وتركبوا باص أو تركبوا جيب زي الرحلات اللي في تركيا. كثير في رحلات في ألبانيا وفي بلغاريا وعلى البحر الأسود، وجبال طوروس في تركيا، وجبال الكربات في رومانيا والدول المجاورة لها مقدونيا،
وهاي الدول يا اخوان الكرام جميله جدا، بس احنا ناخذين صوره للاسف ممكن تكون خاطئه. العرب اللي عايشين في غرب اوروبا فاكرين انه شرق اوروبا يعني بلاد مو حلوه، لكنها ممكن تتفوق في الجمال على غرب اوروبا، خصوصا يعني حتى عندي اصدقاء راحوا على كرواتيا انذهلوا جدا من جمال كرواتيا، الشلالات والمناطق واطلاله على البحر، البحر مقابل ايطاليا جميله جدا كرواتيا. فهاي الدول سلوفينيا وكرواتيا والدول هاي وبلغاريا ورومانيا والشرق، هذول اذا انت يعني وضعك المادي وسط ممكن تترفه فيهم ضعف بريطانيا. يعني بريطانيا انت او بريطانيا او الدول هاي ايرلندا والدول الشماليه غاليه جدا، ولا تروح ايسلندا ممكن تحط اجار الفندق بتحطه عن رحله الطيران وفندق لبلد تاني. فهي دول جميله بس بدها واحد وضعه المادي يعني مقتدر جدا، وضعه المادي يكون توب. ولا هي دول كمان يعني فيها ميزات، يعني ايسلند زي هسه زي السويد، امبارح بتفرج على صديق لي كان عايش بالسويد، امطار طول الوقت امطار، يعني في الدول هاي طول الوقت امطار. يعني انت احنا طالعين من السويد عشان نغير، عشان نصيف، عشان نشعر شوي انه في شهر مختلف في السنه. ولا بدك تنتقل، يعني انا لما احكي لاولادي بدي اروح على بريطانيا بيقولوا لي بابا طب شو اختلف، يعني ما نفس الاجواء. فعلا انا رحت على بريطانيا انا طول الاسبوع هي تشتي، يعني يمكن يوم واحد الشمس طلعت كم من ساعه في بريطانيا. فالتغيير انه انت تشوف مناخ جديد، تشوف ناس جداد، تشوف بيئه جديده، اكلات جديده، شوارع جديده، نمط حياه شوي مختلف. انت شو فكرتكم من الموضوع؟ هيك هيك القصة يا اخوان الكرام باختصار. فكل واحد بيشوف الموضوع، يعني الشاب العزابي غير عن العزابي، ممكن يقول لك بدي اروح على مايوركا، بدي اروح على اسبانيا، بدي اروح على جزر اسبانيا، بدي اروح على مالطا، بدي اروح اظل مثلا على البحر هناك مش فارقة معه لا محلات ولا اي شيء. طبعا في فوق جامع عنا، هل ممكن الشخص يحصل على اقامة في بريطانيا بعد الخروج؟ والله في ناس بيحكوا بيقدر، وتواصلنا مع محامي على اساس انه نشتغل بالموضوع. ما المحامي في اوروبا بده محامي عشان تتواصل معه، يعني ضلينا نبعث له رسالات ونحكي مع صديقنا وقلنا لا كويس ومحترم ومنيح وخليك معه، وما في يعني مره بنرد عليك ممكن وبعدين بطل يرد عليك. فانت بتقدر تقدم. والله ريحتهم الريحه هون يا اخوان الكرام شيء بجنن، هاي الورد بجنن ريحتها. احنا في شهر هولمن في ستوكهولم، الرائحة هون سبحان الله العظيم بتجنن ريحة هاي الورود. يعني ما فيها الاختلاف الكبير في الحياة في غرب اوروبا، يعني الدول يعني تبع جماعة هولندا عندهم نفس المشاكل الموجودين في قريبة من السويد. يعني احنا هون عندنا اكثر مشكلة هسه منتشرة على الساحة مشكلة السوسيال، مشكلة حرق القرآن، هدول أكثر مشكلتين. بس بتفرج قبل شوي على جماعة ألمانيا وجماعة بعض الدول الأوروبية كلهم حاطين عن الطقس إنه الدنيا مطر. فإحنا كلياتنا تقريبا اللي في غرب أوروبا منعاني من المناخ، كلنا بنحكي عن قصة المناخ، كلنا بنحكي عن المطر، كلنا بنحكي إنه ما في صيف. بس في مشاكل عندنا شوي مختلفة بسيطة، اللي هي في شغلة إنه والله في الدولة هاي بيسحبوا كتير أطفال، وهديك لا في السويد في صار تعدي كتير على موضوع القرآن أكثر من دول أخرى. مثلا بالدنمارك صارت، في هولندا ممكن صارت زمان، لكن مشكلاتنا متشابهة والبيئة تقريبا نوعا ما متشابهة. يعني إذا بتمشي في شوارع بريطانيا ممكن هناك في عدد سكان أكثر، في حياة اجتماعية ممكن أكثر، تعتمد عليك. بس تقريبا يعني متشابهة نمط الحياة. للي يفكر إنه بدي يغير ممكن اوكي بريطانيا تكون الافضل من ناحيه انه حياه اجتماعيه، لكن كنظافه ممكن السويد تكون، يمكن حسب كل واحد شو بدور. بدك تدور على نظافه خليك بالسويد، تدور على هدوء خليك مثلا بالسويد. انت عايش بتدور على شغل، بتدور على نظافه، بتدور على اقامه، بتدور على عروس، بتدور على عريس، على ايش بتدور؟ فكل بلد اين هذا. احنا في شهر هولمن في ستوكهولم، بريطانيا أفضل دولة في العالم. يعني كل واحد حسب، يعني أنت يمكن
على كل حال أخوان الكرام اللي بده حجزات بده سفر بده إشي تواصل معنا وضيفونا على البايو، ضيفونا على اليوتيوب، موجودين فوق كله بالأعلى عندك، شوف في الصفحة موجود بالبايو، موجود اليوتيوب، قناة اليوتيوب نزلنا فيديوهات كتير عن رومانيا وعن بريطانيا، ولسه تبعات ألانيا ما نزلناهم، نزلنا فيديوهات كتير كتير. اللي مهتم بالسياحة في هاي الدول ممكن نعمل جروب ونطلع مع بعض، ممكن كل شخصين نظبط لهم حجزات ويطلعوا مع بعض، ممكن نطلع 10 مع بعض نشوف الجبال، نشوف الشلالات، نشوف الفنادق، نشوف الخدمات اللي موجودة هناك في الدول هاي، القطارات، السفر، الرحلات، السفاري. ففي بعض الدول تتميز في الشغلات هاي الكثيرة موجودة وخدمات كثيرة زي اللي هي حكينا تركيا، لكن في دول تانية كمان تتميز، شرق أوروبا في تاريخ كبير، في أماكن سياحية كثير، فكل بلد لها ميزات. أنا هسه بدي أضطر أني أسكر وأرجع لكم كمان شوي. أوكي جماعة الخير، جاني اتصال، كمان شوي برجع لكم، تواصلوا معي وشوفوا الفيديوهات. عندكم في عندكم 100 فيديو، عندنا قريب 1000 فيديو في صفحة اليوتيوب. جاني اتصال، بدي اتصل على الأهل وأرد أرجع لكم. وين بطل يسكر؟